الحقيقة ما عندناش معلومات طبعا دقيقة هنخلص امتى، بس احنا شغالين وان شاء الله يعني احنا يعني اظن الاستاذ محمد ياسين مش من المخرجين اللي بيتساهل في العمل او بيعمل حاجة بيصور وخلاص، يعني دايما بيدي يعني بيدي طاقة كاملة وبيدي كل الوقت لان الشغل يطلع في احسن من صورة، واظن طاقم العمل كله مش عمره ما يبقى عنده مانع انه يعمل ده لاخر لحظه. ازاي جه ترشيحك للدور في المشروع؟ انا سعدت جدا انه الاستاذ محمد ياسين ومحمد فريد قعدت معاهم في اول قعده واتكلمنا عن الشخصيه وايه ممكن نعملها وكده، فده كان الترشيح الاول والقعده الاولى، وبعد كده بقى خلاص يعني كان التحضير اسهل يعني. تحضيراتك هو بيبقى في جانب طبعا فيزيكال ده سهل اللي هو اللوك عند ازاي لابس وكده، وفي الشغل الاكتر اللي هو الشخصيه دي ايه خلفيتها وهي بتشوف ازاي العالم وايه المحركات اللي جواها وكده، فدي بتبقى برضه حاجات بتبقى كده زي سر المهنه زي الواحد يعمل الريسيرش بتاعه ويشتغل على السيناريو بحيث ان هو يعني يقدم حاجه خاصه وجديده ويبقى مسؤول انه يقدم شخصيه مهمه. بتشوف ازاي التصوير في وقت عرض الحلقات لما كنت بتاخد عليه كتير ولا بتقدر تتعامل مع الحقيقه؟ هي فعلا بتبقى اصعب حاجه ان الواحد يصور مسلسل بتاعه، ولكن خلاص اتعودنا على ده بشكل كبير لانه في النهايه صعب جدا اي كاتب يبذل مجهود خارق في انه خلص 30 حلقه قبل لما يمضي المسلسل او قبل رمضان. وكمان احنا كممثلين بيبقى مهم بالنسبة لي ان انا ابقى عارف بس انا هبدأ فين مهمتي فين، وابقى عارف ان انا في النهاية الخطوط العريضة اللي انا بتحرك فيها، فلو في حلقات لسه ما اكتملتش فده ما بيبقاش مشكلة كبيرة طالما اني عارف هيبقى ايه محتواها وان الشخصية في النهاية ما تفاجئنيش. انا شخصيا كممثل يعني المهم ممكن افاجئ المتفرج بس انا ما اتفاجئش، فالحمد لله دي الكيس. يعني ازاي قرأت السيناريو اللي اتكتب في الكاتب؟ شايف تقييمك للوضع وعندك امل ان المباراة تتعاد؟ والله كانت طبعا لحظة تعيسة جدا على كل المصريين اظن كل العرب، كانت مأساة ويعني انا متفائل انه اللي جاي احسن ان شاء الله. يعني خلاص كده يعني هو حقيقة كانت مغامرة يعني كانت مجهود صعب جدا للفريق وتعبوا جدا، ولكن اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن. مش من البروموز اللي نزلت المسلسلات حددت المسلسلات اللي هتتفرج عليها في رمضان؟ والله انا بتفرج على كل حاجة، بتفرج على كل حاجة. انا هقعد في رمضان اخلص ان شاء الله شغل بعد رمضان وبقعد بقى اتفرج على كل حاجه لان بقى عايز اشوف الزملاء وعايز اشوف كمان الناس اللي ممكن يعني اصحابي الناس اللي ما اعرفهمش قوي ولكن بحب شغلهم مثلا. ف يعني اظن انه احنا كمصريين بنحب نتفرج على كل المسلسلات، فانا مؤخرا بقيت بعمل كده ليش بنات بتفرج على كل حاجه. انا عارفه انك بتحب اليوجا، بتمارس هوايتك اليوجا ازاي في رمضان او اهم الطقوس اللي بتحافظ عليها في رمضان؟ الحقيقه يعني اليوجا مش رياضه، هي اليوجا معرفه. فطالما ان الواحد عارفه زي مثلا الواحد اتعلم عجله فهي عندك ساعات لما بتحتاجيها بتلاقيها، فهي دي اليوجا بالنسبه لي. يعني ان انا عاده بنحتاجها طول الوقت يعني، بس انا بحتاج ان انا ارجع لنفسي، ان انا اتمالك اعصابي، ان انا اعمل اكشن معين بجسمي لغتي، فهي دي اليوجا.